my second visit to Mosul. It's my first visit, just amazing people, so it's an honor to be back. وصراحة هي هاي أول أو ثاني صراحة زيارة يعني إلى مدينة الموصل على الصعيد المدني يعني واني جدا أتشرف يعني بلقائك. I know that just from seeing particularly in East Mosul the way that the city's recovered just a short year after so much devastation that there's a lot of potential here. وصراحة يقول أنا يعني دائما أذكر موضوع يعني سرعة بناء والإعمار اللي صارت بالجانب الأيسر يعني الحياة شلون عادت بسرعة خلال مدة سنة يعني بعد عمليات التحرير اللي صارت هنا هذا الشيء يعني يقول لازم يشيد فيه يعني. The security situation we have stabilized. Obviously, our number one priority is still to help all the Iraqi security forces maintain that security situation, not just in Mosul, but all of Nineveh. بالإضافة إلى يعني الحقيقة بأنه أثناء وجود الأمن أو استقرار الأمن حاليا يعني يبقى الدور مالتنا موجود يعني في الحفاظ على هذا الامن يعني بمساعده القوات الامن العراقيه من التدريب وغيرها من الامور يعني والمتعلقات. But seeing some reconstruction and stability in Mosul, we think it's decisive to making sure that ISIS doesn't ever come back. لكن ايضا جانب من عندنا لازم يتجه على الجانب المدني والتركيز على الجانب المدني من ناحيه الاعمار وهذا عامل جدا مهم يعني لانه حاله الاعمار هي ايضا حتضيف وتساعد وتساند يعني حالة الأمن واستقبال الأمن اللي موجود في